31. مشروع كيما تبعتوه معنا كاملين هو مشروع جاء تحت عنوان المساهمة في حماية البيئة البحرية بمدينة العرائش. هذا المشروع اللي دعمه الاتحاد الأوروبي وكان مراقب ومتابع من طرف الأمم المتحدة. هذه الظاهرة اللي احنا تلقفناها وانتبهنا لها في 2014 مع جمعية الغطاسين القصر الكبير المهم بغطس، واللي بانت على انه الظاهرة ديال التلوث بدات كتستفحل في المدينة ديال العرائش. فملي جاء هذا المشروع فكرنا على ان هذه المساله ديال التلوث خصها واحد الخدمه، خصها واحد التفكير اخر، خصها واحد مجموعه المقاربات باش يمكن اننا نحاصروا هذه الظاهره. وفعلا ملي وصلنا عند الاخوان هنا البحاره لقينا حتى هما كذلك عندهم هذا المشكل ديال التلوث اللي بداو كيعينوه وبداو كيحسوا به وبداو ويعني تلاقات الارادات بجوج ديالنا حنا كجمعيه النضال الاخضر مع الاراده ديال البحاره وديال المدرسه الحديثه كذلك وديال الاطراف اللي تعاونوا معنا في هذا المشروع. اذا لدرجه ان في احد الاستطلاعات اللي درنا في المرسى كان معنا السي الغربي وبعض الاخوان اللي كانوا جاو كيصوروا معنا في الرباط، لقينا ان الشباك اللي كتقام ب 700000 فرنك الشبكه عامره بدارونيس، عامره بهذا، بمعنى ان البحري ماشي كيفقد فقط عيد الثروة السمكية ولكن كيفقد حتى الآلية ديال الشغال ديالو وحتى الماتريال ديالو. إذا الظاهرة يعني هذا العمل وهذا المشروع اللي درناه يعني عنده راهنيته، عنده يعني كان ولا بد خصو يده. دار بهذا الشكل وفي الظروف كما عرفتوا ديال الكورونا أن ما قدرناش ننزلوا البرنامج كما سطرناه في البداية، ولكن مع ذلك بالإرادة وبالتعاون ديال الإخوان اللي لقيناهم يعني سند اساسي ورئيسي في نجاح هذا المشروع، كان خاص بالذكر المدرسه البحريه، يعني ناس فعلا تربويين ويهتمون بالتربيه، وعلى راسهم السي المشتي اللي فتحوا الاحضان ديالهم لهذا المشروع، ومنذ البدايه لا في الرسائل اللي عطاونا ديال الدعم من اجل اننا نترشحوا لهذا المشروع، ولا تابعوا معنا المشروع من البدايه ديالو حتى النهايه، وهم حاضرين معنا كذلك بقوه جوج ديال الاطر ديال المدرسه البحريه. كنخص كذلك بالذكر الاخ نورالدين الودييي اللي هو البحار من جمعيه البحار، واللي كذلك ناقشنا معاه وجلسنا في المقهى وشرحنا له المشروع وبادر وجا شخصيا وعباء في العمليه ديال التوزيع ديال الشباك. لولا الوعكه الصحيه اللي تصاب بها كان غيتابع معنا، والحمد لله هو حاضر معنا اليوم. كذلك الاخوان ديال التعاونيه ديال الصيد التقليدي ليكسوس، ليكسوس هنا بالعرائش، اللي فتحوا الاحضان ديالهم وتعاونوا معنا بواحد الشكل جبار، والدليل هو ان المقر اللي كان الى حدود لحظات ايام ما عندناش امكانيه في نظم الحفل اجتهدوا ووفروا لنا هذا الفضاء وجابوا البحاره ديالهم وتعاونوا معنا في تنزيل هذا المشروع. المشروع الاخوان احنا بالنسبه لنا حققنا منه ثلاثه اساسيين بالنسبه لنا كيبان في المشروع، رغم انه مر بعض العقبات ولكن ماشي شي عقبات كبيره استطعنا اننا نتغلبوا عليها. اولا قدرنا اننا الظاهره شركناها مع بعضياتنا الاطراف المعنيه، المدرسه، البحاره، حنا كجمعيه النضال شركناها وخلقنا واحد النوع ديال الانسجام، واحد النوع ديال التعاون اللي يخلينا نخدموا من بعد ابار هذا المشروع، لان هذا مشروع محدود زمنيا، ولكن العمل اللي خصنا نديروه في البحر هو عنده خصو امتداد زمني، خصو وقت وخصو تعاون. اذا قدرنا نحققوا هذه العلاقه الحمد لله، لا جمعيه البحاره ولا المدرسه اللي هي مسؤوله على التكوين. كذلك قدرنا اننا بهذا المشروع جهزنا مقر، حنا النضال الاخضر منذ 2010 ما كانش عندنا الامكانيات، اليوم ولا عندنا مقر، عندنا تجهيزات، عندنا كذلك الرهان. المساله الثانيه اللي قدرنا نحصلوا عليها هو ان اذا غادي نداركا ويمكن انني نقول من بعد النتائج اللي قدرنا نوصلوا لها في هذا المشروع. كذلك تعلمنا، لان احنا ما عمرنا، هي هذه الفكره، اننا ما عمرنا درنا هادشي ديال المشاريع، كنا كنشتغلوا بشكل تطوعي في الاحياء في المدينه، ولكن هذا المشروع بالتتبع ديال المكتب ديال الامم المتحده قدرنا كيفاش انك تمونتي مشروع فيه صعوبات، فيه
يعني مجموعة ديال الأوراق، ولكن كتعلم وكتقدر تستفيد وكتقدر أنك تنظم واحد العملية. بالمناسبة كنشكر الأخوات والأخت كريمة اللي حضرة معنا والأخت وسيمة اللي جاو في اللحظة الأخيرة، لأن حنا ما عندناش تجربة في هادشي ديال، ولكن هما باعتبارهم ناس كيشتغلوا في هادشي ديال الإعلامية داكشي قدروا أنهم يواكبوا معنا، واعتقنا المشروع أنه ما يبقاش في عراقيل ديال التسيير وديال الإدارة وديال التنظيم ديال الأوراق. كنشكر كذلك بالمناسبة الإخوان الفنانين اللي تعاملوا معنا واللي على رأسهم السي عبد الطيب العزيز، اللي ماشي فقط عملنا جداريات، والجداريات اللي هي رائعة، وسيرتو الجدارية اللي دارت هنا في التعاونية ديال ليكسوس اللي وصلت لأبعد مدى، وتناولها تناولوها الصحافة الوطنية واحد المنبر ديال البحر نيوز اللي دوز تغطية على النشاط اللي عملنا. خي عبد الطيب العزيز كذلك كان مستشار وكيعطينا أفكار وكيتعاون معنا في الظل، ويوميا كنهضروا على المشروع. دونك كنشكر الجميع، ما عرفتش انا الاسماء هنا اللي حاضرين معنا، درت بعض الاسماء، الاخت مفيده حاضره كذلك، الاخت غيثلان، الزوجه ديالي بشرى، الوليده تاعو متعاونوا معنا، اخوان السي صبيطي كذلك منذ سنوات، وحنا كنناضلوا باقي ما عندنا لا مشروع لا تشعره، كان دائما كيواكب فينا القريم، هضرنا على المزابي، هضرنا على البحار، هضرنا على يعني جميع الاشياء اللي كنا كنديروها وجميع الانشطه اللي كنا كنديروها كان كيتابعنا وكنحيوها بالمناسبه. الاخوان ولا بد ان الخلاصه ديال العمل اللي درنا ديال هذا كانت هنا في الندوه اللي كنا عملنا مع الاخوان البحاره ديال التعاون الصيد، وخرجنا بمجموعه ديال التوصيات واللي خصنا نخدموا عليها، وكنظن مناسبه اننا ندرجوا هذه التوصيات اللي هي كانت مهمه جدا واللي كتبان دابا من بوابه الاصلاح ديال البحر وديال الحمايه ديال البحر. التوصيه الاولى هي التصفيه ومعالجه مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي والفلاحي. هذه توصيه غتوجه للمجلس البلدي باعتباره هو المسؤول على هذه العمليه. خصنا التصفيه والمعالجه ديال مياه الصرف الصحي والصناعي والفلاحي، هذا الشيء اللي كيتصب في البحر ديال المجديد كتشوفوا كارثه منذ سنوات، وماشي كارثه، كارثه سياحيه، لان هذاك المكان هو مدفون فيه اخوان غويتي سولو ومدفون فيه جون جوني، هذو جوج الكتاب عالميين اللي كيجي العالم كيجي تما يزور يوميا، بالتالي اننا حنا ماشي كنضيعوا فقط الثروه السمكيه ولكن كنضيعوا حتى السياح، السائح يقدر يجي ويشوف ذاك الكارثه، بمعنى عندي واحد الانطباع واحد الرؤيه اللي هي ماشي هي ديك على المدينه، سيما انهم باغيين يديروا يعني منتجع سياحي، لان السياحه كتنجح بالصحي هادشي. كاين الاخوان خرجوا باحداث مرآب خاص لاصلاح وترميم المراكب بعيدا عن مياه البحر، يعني ديك الاصلاحات اللي كدار وديك الزيت اللي كيتسيب وديك المحروقات الخير والدين تاع هذا الشيء، هذا خص يدار واحد المرآب، ولكن هذه التوصيات هذه خصها تمشي للوزاره باعتبارها هي اللي مسؤوله على التجهيز، كنظن هي اللي خصها. اذا كاين بعض المراسلات اللي غنصيفطوهم لهاد الجهات الوزارات كاين المجلس الجماعي، يعني كل واحد حسب الاختصاص ديالو. كاينه القضيه اخرى هو ديك التجربه اللي عملنا ديال توزيع السلات، ان البراكوس يسيبوا هذا، اذا كيفاش الالزاميه؟ حنا ما نقدروش نلزموا على البحر، حنا جمعيه ما عندناش شي سلطه ولا شي فرض قانون ولا، حنا فقط كنعملوا تحسيس، ما كرهناش ان المساله تلتقف من طرف البحاره طوعيا، ولكن لا ما كانش طوعيا كيفاش ان الوزاره تقدر ديرها الزاميه، مثلا ملي كتعطي الكواغط ديال البحار تقول له بحال عندك داك اللي عيط فيه العافيه ولا شي شروط ديال المركب، شروط المركب تكون عندك السله ديال جمع النفايات. كنظن هذه مساله سهله. الزاميه استعمال السله لجمع الفضلات والمراقبه التفريغيه في شتى انواع المراكب او القوارب. احداث مرصد بيئي، مرصد بيئي هو هذا تقريبا التشكيله ديالو، خصو يكون مشكل مدرسه بحريه، جمعيه، بحاره، يعني حنا ما راحنا نديروا واحد المرصد، يعني حنا حاضرين يعني مراقبين اي شي حاجه اللي كتمس البيئه البحريه خصنا نهضروا عليها وخصنا نكشفوها وخصها تراقب وتكتبوا عليها تقارير وتوضع وتخرج الاعلام باش يمكن هكا نحاصروا الظاهره. دعم ديال الجهات المسؤوله للمشاريع التي تهم التكوين في مجال حمايه البيئه، يعني الجهات المسؤوله الوزاره الوصيه وزاره البيئه، هادو خصهم يخصوا برامج ديال التوعيه بكثافه للعاملين في القطاع باش يمكن اننا ما نوصلوش لواحد الدرجه ديال كما قلت انا المره الاخرى، راه عندنا احصائيات رسميه وجبتها انا من المكتب ديال البيع ديال الفلوس، مشيت عند المندوب قال لي انا ما عندي، مشيت للمكتب ديال الصيد عطاني من 2007 حتى 2000 ودابا 2021 ولا 2020.
لقينا الرقم الاول فيه شي 12 مليون 12 الف وتحت كاين 8 معناها كاين تراجع ديال المداخيل ديال السمك بمعطيات ديال الدوله ماشي ديالنا ولا كنبغيو نضخموا الدائره. كاين فكره اخرى اللي طرحوا الاخوان هنايا ديال البحار ديال التعاونيه هو دار واحد الاذاعه محليه هنايا في وسط المدرسه كتكون دعايه كيهضر مره كيهضر بحري مره كيهضر هذا لماذا انها دار واحد التوصيه ديال ان دار واحد الاذاعه دار هذو مجموعه ديال التوصيه الافكار اللي كنا درنا في ديك الندوه كنظن الى خدمنا على هذا الشيء ولا حاولنا نديروا جزء من هذا الشيء نقدروا نحميوا البحر قدر الممكن لنا والاجيال اللي جايه. هذه يعني مساله ديال البحر مساله حياه او موت لان الى بقينا غادي بهذه السلوكات وبهذا التصرف لا عقلاني مع الموارد الطبيعيه ديالنا لا الشجر لا الاوديه لا البحر غادي نوصلوا الهويه وما غيكونش شي حل غيكون الحل صعيب. دابا ممكن اننا نتدارقوا لان باقي ما وصلناش للدائره ديال بلدان اخرى بحال ساحل العاج بحال المحيط الهادي بحال كلا اماكن اللي غزاها يعني قارات ديال الازمه. فاحنا قبل ما نوصلوا لهذا قبل ما نوصلوا للخطوره قبل ما نوصلوا ان البحريه كنت كنسمع على شي الايامات الاخيره ان ثلاث شهور خرجنا وما جبنا والو راه كنمشيو معفين باش كنجيبو ولكن هادشي راه عنده اسباب تلو. إذن خصنا نوقفوا. شكرا إن أقلت عليكم. كنشكروا وكنشدوا الحرارة على الجميع على الدعم والمساعدة وعلى يعني إنجاح المشروع راه كان بكم. حنا كان ديناميزي ولكن راه المشروع كان جماعي وساهمتوا فيه كاملين. كيحلق الشبك ديالو في البحر كيضيعوا له ديك الشبك وهذاك الشبك ليون هذاك ما كيموتش على سنين. حنا هادشي دايما كنا كنهضرو عليه وكنتشكاو عليه ولكن ما كايناش شي اللي كيتصنت لك. اذا حنا دابا في هاد الساعه هادي وصلنا لواحد اللحظه اللي هي لحظه خارجه وهادشي هذا ماشي الهويه. اذا نتوما ملي جاوبتو الميدان شجعتونا بحال اللي حيدتو داك الشيء اللي كنا كنهضرو عليه. اذا حنا بالنسبه لنا فوقاش ما احتجتونا حنا موجودين وكان انا عندي واحد الطلب ديالي هو اللي كيخص اي مسؤول يتحمل المسؤوليه ديالو لان كاين ناس كاين ادارات هنايا كاين ناس عندهم وظيفه ديالهم كيتخلصوا باش ينوضوا من النعاس يمشيو يتسالاو السوم يجيو يهودوا يشوفوا شنو كاين. اذا بحال اللي هضرتي على الـ على الـ على الويدر البحر كيكب في المرسى حنا عندنا واحد لوكوس عندنا واحد هو في الصبوره عندنا واحد هو هنايا مر البارا ديرو عندنا واحد ديال السياحه خلاو يسيبوا في البحر جابوه للواد كانوا الناس كيمشيو يعوموا تما ميامي دابا الناس ولات كتعوم تما كتمرض ولكن ما كايناش اللي كيهضر وما كايناش اللي كيحرك ساكنا ملي كتنوض انت تهضر كتولي حمار. اما بالنسبه للقضيه اللي كنهضروا هنا عليها على الصيد البحري حنا بالنسبه لنا كقطاع الصيد البحري كيخص يكون واحد التقطير ولو غير واحد مره في شهور ولا اربع شهور تكون شي ندوه هيدا ويحضروا الناس. دابا حنا ما كنعطيوش اهميه لهذا الشيء. النفايات في المراكب كيخص يكون هي تبقى اداره ما يمكنش يتحكم فيك باش تجمع النفايات كيخص يكون هذاك الرئيس الماركو يكون مسؤول كما هو المسؤول الاول على قرار تاع السفينه يكون مسؤول حتى على ديك ما فيها باش واخا ما نعملوش حنا شلالات نعملوا اي حاجه. اذا حنا البحريه اليوم ما بقاوش كيهبطوا الكابينه لازم كان كيدي الكابينه كيطيبها في الدار ديالو حتى خصتيها في البحر ديك الماكله ديالك كياكلها الحوت. دابا اليوم كتهبط دانون كتهبط كلشي فهمتي كلشي كيتسيب ديك الشيء في البحر ما كيدوبش عنده. حنا راه واحد العام باش تعرفوا واحد القضيه كانوا كيعملوا الكاريط للحوت الصندوق ملي كندخلوا كنخرجوا حنا للبحر كنديو الكاريط كنعملوا الكاريط كنعملوا الحوت الصندوق كنعملو تل نغطيوها بالكاريط وكنتلجوه. هذاك الكاريط شنو كيعمل؟ هذاك الكاريط باش كيتعذب بالزبل يعني النفايات. هذاك الكاريط ملي كيجي البياع الشرعي كيزولو كيسيبو في المول في لوكي كيسيبو. حنا ملي كنشطبو عليه كيخلي واحد الريحه كريهه. حنا ما كناش فاضلين بها كطلع حتى للدار ديالك. مع الوقت حسينا بديك الميكروب هذاك نضنا قلنا مع بعضياتنا كانت عندنا جمعية البحر العرائش تعسفنا كانوا معنا الاخوان حتى ديال المدينة كانوا كيجتمعوا معنا كانوا كيتأثروا معنا
إذا نحن ميزوننا لك الكاريت واللي نفس السيارة نعمل مع النادم اللي كيبيع ويشريف لك الكاريت هو كيجيب السمار موك الكاريت كيربح بيه واحد الزبالة الفلوس واحد المشقة قال لا ما زودتو الكاريت نحوس على الخناج ما عرفتش عملنا تجربة ولا مزيانة ثانيا إذا حنا باش ما نطولش عليكم أنا المبادرة ديالكم عجبتني الصراحة هي حنا دائما معكم ونطلبوا التوفيق شكرا نور الدين والسيد ديك النوع ديال الشكا كيفاش هزينا بها ديك الهاديه المخلفات اللي كتسيب ديال قراعي الماء ولا ديال دانون ولا ديال يعني حتى الاثواب اللي هي معدله بالبوليستير وكذا هذيك المواد كامله هي معروفه انها هي كتعيش فوق 100 سنه يعني ما كيمكن لا شي باش تحلل في واحد الوقت اللي هو ضعيف اذا حنا حسينا بالخطر وبان النتيجه ديالو ان هي سلبيه وبقينا كنفكروا سابقا كما قال الاخ نورالدين دابا نتوما جيتو بحال اللي حركتوا هذا النوع ديال هذا المشاعر اللي هي كيحس بها بنادم وحنا كنا سابقا كنا كنديروا واحد المبادره اننا بقينا كنجمعوا ديك النفايا من البحر لان هي مفروضه علينا هذا العمل طبيعه العمل ديالنا كتفك الشبكه ضروري كيكون فيها الرضومه ولا القرعه ولا اي حاجه كتفكها خاصها تسيبها اتضح اننا كنا دائما كنهزو واحد النوع ديال واحد القرعه مثلا اولا واحد النوع ديال شي حاجه اللي فيها بلاستيك وكتدوز نهار ولا يومين وكتولي هي نيت اللي كتفك من ديك الشبكه في ديك المنطقه بخصوص الا بغيتي كتصادع في ديك الجهه هذه كنا فكرنا وبقينا كنجمعوا ديك الشيء اللي غادي نسيبوه للبحر ولينا كنجمعوه في واحد البلاستيكه كبيره وكذا وكندخلوه ولكن كان الاشكال والمشكل هو انك فين غادير هذه النفايه اللي كتجيبها بقينا كنتخبطوا على راسنا مره ندرجوا مع الناس اللي كيبيعوا الحوت وكيديروا الحوت ديالهم تما مره كنقولوا لا هاد البلاصه هذه راه ديالنا نديروا فيها وحد الساعه تحدينا وبقينا غنحطوه في يعني في المون في الرصيف يعني ما كانش واحد التجاوب من الجهه اللي هي مدينه باش نقدروا حنايا نتفاداو ديك المشكل ولينا كنشبروا كنضربوا فيه تماره ونجيبوا حتى المرصى واللي يطيح المرصى نيت ولا شتا كيتهز ولا كيعكلنا ولا كنهبطوا نزلوا الشبكه بها نحطوها ولينا كنعمروا حتى ديك الزبل تما يعني ولا واحد المشكل اخر اذا شنو اللي ولينا نقدروا نعملوا اننا خلقنا باش نفكوا واحد المشكل خلقنا جوج مشاكل وحده اخرى اذا بقينا رجعنا للقاعده اللي قديمه ولينا كنفكوا وكنوليو نسيبوا البحر لان ما عندنا فين نعملوه خاصه في المرصى ولينا كنحطوا عليه الشبكه ديالنا وكنهبطوا عليه المطريه ديالنا اذا ما صلحناش ومن هنا كنقول بان هي الرساله واصله الحمد لله ومن بين النقاط اللي كانت في الدوره السابقه ديال الغرفه ان كانت عندنا نقطه ديال هذا المشكل هذا النفايا هذا والبيئه وعندنا يعني مسجله في محضر رسمي ديالنا ديال الغرفه السابقه راه كانت نقطه هذه دوزناها ربما الاخ نورالدين وقيله طلعت عليها شفتيها يعني هذا علاش كنقول ان هذا مشروع ناجح انه هو عاطي الاكل ديالو خصنا غير نكملوا على المسيره وما يكون غير التسجيل ان شاء الله الرحمن الرحيم وشكرا. كينتهي في واحد المرحله ولكن كينتهي في مرحله اخرى. المشروع ديما عنده واحد المده زمنيه غير محدده خاصه ان المشكل ديال البيئه انتم عارفينه المشكل ديال البيئه مشكل عالمي مشكل وطني مشكل محلي العالم كله كيقاتل هذه المساله انا ما غاديش نطول بزاف النقاط اللي قلتي التوصيات اللي قلتي مهمه خاصه المساله ديال الايداع وديال التحسيس وديال التكوين باعتبار اننا متخصصين في التكوين التحسيس والتكوين راه ضروري مهم راه خاص تجيبوا القوانين ديال العالم كامل وتحاولوا تطبقوهم راه الا ما كاينش التكوين الا ما كاينش الهم ديال ان البحري ولا المهني رئيس التعاونية رئيس الجمعيه عنده هم انه هذيك الثروه راه هي ثروه وطنيه هذاك المحيط ولا هذيك المسطحات المائيه خصنا نحافظوا عليها راه ما يمكنش هذه القوانين دير حتى شي حاجه اذا خص الانسان يكون عنده هذا الهم هذا الاذاعه نخدموا عليها ماشي مشكل وانا ديما تنقول على ان اي مشروع اذا ما كانش عنده الجانب انه يهبط للتراع راه كيبقى مشروع انا بالنسبه لي انا كيبقى مشروع شويه سميتو حقيقه التكوين مهم الاجتماعات مهمه ولكن لاكسيون دو تولونيه انا عجباتني هذيك اللي مشينا للبحر فيها حضرتي معنا سعيد القادري مشينا للبحر لقينا البحر درنا لي زاكسيون هذيك واعره زاكسيون ديالنا ديال الميدانيين لا كان لا بغيت كنفضلوا الميدانيين بغيت نقول لك انا خص الاستمراريه في 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 هذه المساله التعاون مع الجمعيات راه كاين الحمد لله
نورالدين كاين السيد سلام كاين المعنيين كاين حتى البحر الحمد لله راه المستوى ديالهم طلع البحريه راه المستوى ديالهم راه وصل لواحد المستوى راه كتحل لك يهضر شي مسؤول في الوزاره ولا شي حاجه خصنا هذه المساله هذه نغتنموها ونستغلوها في محاوله تمرير مجموعه ديال الخطابات ومجموعه ديال المفاهيم مجموعه ديال السلوكات كتهم المحافظه على البيئه خاصه المحافظه على البيئه البحريه العريش فيها مسطحات مائيه مهمه فيها النكوص فيها البحر راه ما مستغلينوش احنا غير عندنا داك الشكل التقليدي الزل الفلوكه والباطو كنمشيو نصيدو اللحوم اللي كانت تما كما قال سي نورالدين اللحوم اللي كانت تما رايده الى اخره ونجيو في حين بعض الدول المسطحات المائيه عندك بحال هكا كتخرج منها الذهب كتشغل يد عامله مهمه موارد بحريه مهمه كتجيب فلوس كتجيب السياحه كتجيب مجموعه ديال الحوايج انا ما كرهتش سي نورالدين نمشي على هذا الخط هذا المدرسه راه معكم الجمعيات معكم التعاونيات معكم البحريه معكم بحال الادارات خصها الاراده الجامعه ان شاء الله معكم يكون على خير قلت لكم انا هذه المشاهده ماشي نهايه المشروع ولكن نهايه المناسبه شرط كما كيقولوا حنا فرحانين لان جمعيه النضال الاخضر يعني سالت هذا الشطر ديال المشروع ديالها وانا بنفسي كنتمنى اقتراحات يعني حنا فرحانين بهذا المشروع ولكن بالاستمراريه ديالو كما قالوا الاخوان ولكن يعني بالاضافه لذاك المشروع اللي هاد المسائل اللي دارت كامله يعني تكون الاستدامه ديالها مثلا في المرحله اللي ماجيه الثمر مثلا وتزيد مثلا فعاليات اخرى مثلا كمؤشرات ديال التطور ديال المشروع مثلا رفع من عدد السلات عدد المشاركين الى اخره يعني بالنسبه مثلا يعني الانشطه اللي تعملت كامله خصها تزيد تطور وبالنسبه لهذا بالاضافه الى تبني التوصيات اللي هذا هي تدخل نخدموا عليها. انا اما بالنسبه للاعلام انا فخور بان انا خدمت مع هذا وكفت مع جميع هذا والتزمت يعني مع يعني كما اطار يعني الاعلام الجاد المسؤول اللي كيوكف جميع الانشطه اللي كتقوم بها جميع الانشطه. شكرا على السعاده. بغيت غير نوضح بان بالنسبه لهذا المشروع المساهمه في حمايه البيئه البحريه المشروع ما حبش هنايا هي دابا حفل ختامي فقط لواحد البرنامج مشاركه مواطنه لانه حنايا محددين بواحد وقت معين لكن المشروع ديال السي فرتوسي باقي قدام باقي غيدير دورات تكوينيه ديال كتخص البيئه البحريه وكتوعية ثاني بالنسبة للبحارة وبالنسبة للمواطنين اللي هما ساكنين في العريش باش يقدروا يتكونوا تكوين بيئي وما يوقعش الغلط اللي يعني كيديروا الناس كانوا شحال هذه كيديروا بحال المشروع هذا تحط ولكن بدون فائدة ولكن كنتمنوا مع الاستمرارية وداك الشيء نخرجوا في حاجة مزيانة ان شاء الله. يعني في كلمة ما لحظه ديال بال كلمه السلام عليكم انا جد سعيده بالتواجد ديالي معكم صراحه ثاني مره غنحضر في هذا المقر هذا لان بنت العريش واول مره كنت حضرت له مؤخرا كنشكر جمعيه النضال الاخضر على هذه المبادره القيمه صراحه لفكره ممتازه اللي ما سبقتش واحد تطرق ليها هو موضوع البيئه البحريه احنا كان بين ولاد العريش وكنتنفسوا هواء البحر ما احوجنا ان يكون البحر ديالنا نقي ويكون في احسن صوره واذا ما كناش حنا والدينا بحار راه عندنا المحيط ديالنا ولا العائله ديالنا ولا الجيران ديالنا راه واحد فيهم بحار وداك الشيء وكنشوفوا المعاناه ديالهم هذيك القضيه اللي شفتوا قبيلاتي بان اغلبيه ديال البحاره يعني خصوصا هاد السنوات العشر الاخيره كان واحد التقليص ديال الانتاج ديال السمك وكاين الناس اللي كانت كتبيع الاتات ديالها باش كتعيش علاش حنا غادي نوصلوا هذا الشيء هذا علاش ما نخلوش البيئه البحريه ديالنا ولاش ما يكونش عندنا واحد الهدف ان نكون واحد ناخذوا العريش كنموذج
لجميع المناطق الساحليه اللي في المغرب ونكونوا واعيين بهذه الخطوره ديال التلوث البيئي. بالنسبه لمساله اخرى لان هضرنا عليها هي مساله ديال شي حاجه اللي هي في الميدان، دائما القرب كيعطي نتائج، يعني كفانا من ندوات من لقاءات من دورات تكوينيه هذاك ما المهم ممكن انا نهضر ندوه ولكن كنبقى انا اللي واخذه هذيك الفكره وممكن نشاركها مع الاخر ممكن لا، ولكن اذا نزلت انا الميدان راه ممكن يكون عندي غير تيشورت لابسه او غير كاسكيطه فيها واحد الشعار، راه انا حسست هذاك المواطن بالاهميه ديال الحفاظ على البيئه. يعني انا فكره صراحه كنتم الاخ جمعيه النضال الاخضر على الفكره ديالو ومزيدا من التألق والنجاح وباقي الاستمرارية، وأنا سعيدة بالاشتغال معكم ودائما غادي نكون معكم وحنايا نديرو يد في يد وباش نزيدو المديرة ديالنا القدام إن شاء الله. شكرا. القضية اللي تغفلت لي ما قلت شيء هو أن المسألة ديال البيئة عندها علاقة كذلك بقرارات كبيرة ديال الدولة، مثلا ملي بغاو يديروا كوب 22 في المغرب داروا زيرو ميكا ونجحوها إعلاميا، ودابا كورونا نجحوها عاوتاني، لما لا ما يكونش هاد التعبئه وهادشي ديال الدوله على وقرارات مثلا في البرلمان على تقليص اولا هاد المواد اللي ولات كدير هاد الشركات كلها، لان كتجي من عند الشركه كتوصل للمواطن كتهبط للبحر، هذه خصها تولي كامله ريسيكلا، هادشي اللي كيبيعوا كامل خص الشركات يلزموهم انهم يبيعوا الحاجات اللي ما كتلوثش البيئه، معنى قادر اللي خدموا على زيرو ميكا نجحوها الى حد ما. كذلك دي مبادرات قويه، واخا رغم هادشي اللي كنديروا ولكن راه غير كافي بشي حاجات اخرين اللي هما اكبر ديال هاد الشركات اللي خصهم غير يربحوا كيبرودوا لنا عده شيء، لان قبل ما كانش عندنا بحال قلنا الحليب في الشيره، عندنا الخبز، عندنا الميدونه، ما كانش عندنا هاد البلاستيك، هاد الدان وكلشي معبى، ما كانش هادشي، لان هاد المود ديال النمط ديال البرودكسيون هو اللي عطى هاد كبير. الاستاذ ديالي بعدا اولا قراني في الاعداديه ديال عبد الملك السعدي، ومازال فنان ومازال كاين الشاب ومازال في العمل الجمعوي، وشفنا واحد المجموعه ديال اللوائح الفنيه. كنا الاخوه اللي تعاملوا معنا وصدقوا بهذا، وهذا الشيء كان لجنه واجتماع ديال هذا، كاين الاخ الودييي عن جمعيه البحرية، اهلا الودييي، وتو يدعموا حق الصوت. ياسين شهادة 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 عاوتاني شهادة صور، لا تصور مع سيد صور بارك الله فيك. المشتي دابا ولدي ما كلش هذا هذا نشيط هذا بزاف المدرسة البحرية ولينا نسالو خضرا ولا باقي واحد؟ لا المدرسة البحرية نعطيوها للسيد مرافقها. اه اللي معاها هي. تفضل اخي اسم كريم. خالد. اعطيها هذه المدرسة البحرية. اجا مفيدة. اجا اختي مفيدة. لا كيما كريم انا صورت. فين هي غزلان؟ ديال هذه الاخريه ديال القصر، شكون اللي في ريحه القصر ولا قصر هنايا؟ الاسم الكرادي، احمد الكرادي.
اذا ندير القصره نعطيوها للضيف طيف باش يسلم له ديك الساعه لازم اللي يجي عطيتهم الشهاده شداد محمد بن غانم حضر معنا التكوين هنا غزلان القصيري استاذ غزلان ونور الصوره معها سعادة سيلة شنو باقي باقي سعادة كريمة كريمة افتحت ديالو انت صاحبي غدا جيب لي هذا بطيح لي كريمة غربي اسمح لنا بعدك صح حاضر خليه بسروزه تفضل رجعوا على الكرسي الكرسي شويه هاك بعد الكرسي شويه صح رشيد سنوني يا حاضر
كاس قاسم رشيد شبر ديك الشهادة رشيد رشيد كبر وحد مجدرين حرقت الفراش كده انا بخر سي نورالدين بس في حال عم قاعد الكرسي عايز الكرسي يا ربي مسوي الحين عارفه في دا قال صاحب في ديالنا السي عبد القادر السبيطي يستاهل اكبر تنويه حتى هو على المؤتمر ديالو الحضور ديالو الدائم شكرا لك.